Cap FM, la première radio du Caban. إن شاء الله عامكم مبروك السعيد، عامكم فرحة، عامكم رزق وسعادة يا ربي، وإن ما كنتوا تسمعوا فينا وإلا تشاهدوا فينا. تحيات أحلام زميت يا حلومة، مرحبا بيك في الإخراج، الإخراج رقمي. إن شاء الله عامك مبروك حلومة لكل العائلة الكل اللي يحبوك وتحبهم. إن شاء الله يا ربي زادة أنتم تسلم عليكم أحلام، وقلت لكم إن شاء الله الموزيكا باش تتونسوا بها تيلة الليل الكل حتى بعد نص الليل. أحلام حضرت لكم موزيكا تعمل الكيف اللي نطمنك، أحلام اللي وحدك حتى نص الليل عليه خاطر يا داخل قدهم حاجة. ما فهمتش ما فهمتش هو وين بالضبط. نرمي الملكي، اهلا بي. اهلا وسهلا، ان شاء الله يا ربي عامكم مبروك مره اخرى. واخيرا تعدى عام 2023. علاش واخيرا؟ ما فما حتى شيء، معناها خاطر كنا عدينا فيه بريود بيه وعدينا فيه بريود خايبه كيما كل عام. نتفائلوا بالخير للعام الداخل، كنا يقولي عنا تفائل 2024 إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بيكون عام النجاح، عام الصحة، عام السلام، عام السلام على فلسطين. هذا اللي نتمنى لك، هذا اللي نتمناه للحبيبة والشقيقة فلسطين، إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله يا رب. سينو مستمعينا اللي في ديك، لا لا قبل السينو متاعك أنت اللي تعودنا بها، قبل ما نتعديو زد اللفريات الحلوة حلومة استنى عليا شوية، الحب مبربش أنا شو ماك تعرفني. أي احكي لي اكثر حاجه فرحتك في 2023، واكثر حاجه بكيتك، واكثر حاجه صارت لك فيها كل شوك هكا ولا طرفه. طرفه اي طرفه، انت حياتك كل طرفه. بون خلاصك طرفه، كل عام فيه نضحكوا فيه ونبكيوا فيه. 2023 ما كانش العام اللي انا كنت نتمناه، معناها ما كانش قد الاهداف اللي حاطينهم اول العام. ان شاء الله يا ربي يتحقوا في العام القادم. نجموا نقولوا مادام الصحه لاباس، ومادام عائلتك بحذاك، ومادام الحاجات الاساسيه اللي انت تعود بها موجوده، ما فماش فقدان، دونك هذه الاهم. ولكن من الاعوام اللي كانوا صعاب، ما كانوش سهلين على برشا مستويات، والحمد لله ان شاء الله يا ربي القادم خير. ان شاء الله نقول لك الطرفه اللي شقتنا بالضحك، راهي طرفه حكيتها اليوم الصباح الطرفه، دونك واللي ختمت بها لحظه تي قبل الطرفه انا نضحك. احلام شيخ، احلام يظل في بالها بالحكايه، هو نرمي في بالها بالحكايه. حكيت التليفون اللي هي عندي التليفون، كنا عندنا كود في التليفون اي باهي، فيه اربع ارقام سهل برشا. اي من جويليا، دونك تليفون جديد من جويليا ونفس الكود نستعمله كل يوم. نحل التليفون تقريبا كيما الناس الكل، نوصلوا ممكن 1000 مره تحل 1000 مره في النهار ولا حتى اكثر. طرفه كبيره ياسر في البودكاست هذه للاسف. احلام برشا ضحك فللاسف نسيت البودكاست. كيفاش؟ نسيت البودكاست نهار الجمعه في الليل. نهار الجمعه في الليل، جمعه مبارك على نرمي البال. الاهم ترسلت لنا دونك فورماتاج للتليفون. وتعرف انت الوقت باش تاخذوا في الموديفيكاسيون هذيا. والصباح خدمنا الويكاند، اما اللي تكلم ستونداريست ما نجمو كان نهزو على التليفون. ديجا اما اللي يعطيها الصحه خاطر الصباح في الويكاند نعرفوا احنا خدمتنا برشا بالتليفون، عاونتنا برشا. انت ماكش يعطيك الصحه احلام، البارح جمله معنا هذيا، البارح معنا، لا هي البي بليتو، هي البارح احلام معاها البارح. امل اليوم معنا، حتى امل كنت متعاونه في الحكايه دي خاطر نعرفوا احنا تنسيقنا خدمتنا بريسك 80% بالتليفون. ياسر دونك مثل احلام نحكيو بعد في الاوف. لا مش قاعدين يصوموا فيها الحاج الباهي. نحكيهم بعد ما بعدنا في الأوبن. دونك هذه الطرفة ختمت بها العام ان شاء الله يا ربي. هذه طرفة العام عندك، طرفة العام ممكن اول مره تصير لي، ما نعرفش صارت لكم انتم مستمعين. كي صارت لكم حاجه كي من هكيت نجم تخلي كومونتير على اللايف اللي توا قاعدين تشاهدوا فيها على لوتخ فيسبوك راديو كاب افيل. ما نعرفش فما شكون صارت له الطرفه هذه والا لا. هذه طرفه معناها، هذه طرفه من الطرائف. انا كنت نسال المتبص نتاع تليفونك المتكون من اربع ارقام والمستعمل لمده ما بلاش نسلك توما التليفونات الذكيه هذوما الكل. نورمالمون تليفونك ذكي حسب نشوف فيه، مش بالبصمه ولا ليه؟ لا توا توك ولينا انت اكتشفت هذول اللي توك فعلا التقنيه هذه البسطه. هي التقنيه هذه في الهاتف الذكي بتاعك اكتشفت هي والله تو الطرفه صح. تم تفعيلها لانه ما تم تفعيل الطرفه. هو راهو جا نقول لك فما شكون يقول لك نستعمل والله يدي الطرفه، فما شكون يقول لك نستعمل البصمه، فما شكون يقول لك معناها من غير ما نستعمل البصمه. دوك الكود متكون من اربع ارقام، مستحيل نجم تنسي، فهمت؟ ولكن تنجم. بربي شنو الكود نتاعك تو؟ الكود مازلت حفظته يا اخي. نرمي خشيت شم بيراتيوك احنا ولا باش نبراكيوك ولا شنو الكود تاعو شنو هو؟ سهل اربع ارقام. ايوا تيهم له خلينا اربع ارقام نعطيهم اكثر من 5000 مستمع، متكون من اربع ارقام محصور ما بين واحد وست. باهي جربوا لي
اللي طلع الكود بتاع نرمين يشير بها البوندشا يا سيدي. محصر محصر بين من 1 ل 6 ومتكون اربع ارقام. دونك استحفظوا انتم على تليفوناتكم هي من الطرف، ولكن ديما تفعلوا تقنيه البصمه خاطر لا قدر الله نسيتوا التقنيه هذيا تلقاو الحل. هذا ما صارت لك قبل ولا لا حاجه هكا؟ تقنيه البصمه اول مره. مش فعل تقني في تليفونك؟ لا فعل. انا الفازه الطرفوي ريت انت فعلت لك تقنيه البصمه، تقنيه الفلسفه مش مستعملتها. هو حاجه سهله برشا ديجا للناس. اكتشفت لي سهله برشا اللي يتبعوا لايتيك يلقاو معاك. كان يسمعوك جماعه الصين واليابان. الصين واليابان هو لازمك تكون متابعه للايتيك وشنو فما جديد في التكنولوجيا. تكلم في الميكرو وي. وشنو فما جديد في التكنولوجيا باش تعرفوا تقنيه البصمه. جوستومون خاطر برشا ناس احنا تو نفادكم باب الدعابه، اما برشا ناس يقول لك معناها ما نجيب لهاش بال والا ليه نرمين ظاهره الحكايه تو كي عندك لومبرانت بتاعك من هنا ولا من هنا نورمال ديريكت. انا كي ديما يشوف فيا حتى في المشاهد ديما يشوف فيا نعمل هكا. هو سي نورمال، ولكن برشا ناس يقول لك اربع ارقام ساهلين، شكون قال باش نساهم ولا شكون قال فهمت. دونك سي بور سولا راهو قد ما تلوجوا دي سوليسيون في التليفون، قد ما تحطوهم قد ما انتم تنجموا تستحقوهم مستقبلا. واكيد اكيد نوصيكم على تقنيه البصمه. تردوا بالكم تنسى تقنيه البصمه. توا باش نحكيو بكل جديه، باش نحكي بكل اناقه وفرحه على اللي مخليه اكثر برشا اكثر من 25 سنه بصمتها في المجال نتاعها. سنتر أمينة بالحاجة حسين يتمنى لكم عام مبروك. أمينة بالحاجة حسين أكثر من 25 سنة موجودة في المجال، موجودة في نابل في الميدا بكل أناقتها بكل ثقة. أمينة قاعدة تخطو في الخطوات متاحة بكل ثبات، إيكيب كبيرة موجودة على ذمتكم في الميدا كما تلقاهم زادة في نابل. أمينة قاعدة تخدم في خدمة يسر يسر حلوة، الكوليكسيون تاع 2024 حاجة مزيانة برشا وسبق وحكيت لكم عليها، حاجة تدوخ كما تشوفوا معناها المتحجبة تلقى الشوا متاحة، مش متحجبة تلقى الشوا متاحة. أنا ديما ننصح بالحق لادريس هذه للعرايس اللي الحضاره، الام العروسه لاختها لصاحبتها لكلكم باش تلقاو شوا مزيان برشا برشا. ديجا كلهم فان بيك امينه بالحاج جمعتني بالكل ديما يسالوا وين نلقاو امينه، وين نلقاو امينه احلام. زاد نعرف اللي انت من محبي امينه بالحاج حسين، ديجا افراحنا مناسباتنا الكل تلقاونا عند امينه بالحاج حسين. بالحق شوا كبير وكبير برشا بالنسبه للالوان اللي حير يقول لك انا نحب اللون الهادي نحب اللون المشهدي، امينه تلقاو عندها الالوان الكل، صبيغة الشعر الكل موجودة متكونة من خيرة الخبراء تلقاو في المجال في العالم الكل، ماهيش متكونة كان في تونس أكاهو حتى خارج حدود الوطن. أمينة تلقاوها معاكم حتى في المهرجانات الكبرى، أمينة تواكب ونشوف فيها قاعدة تخدم ونشيطة جدا في المجال اللي هي فيه. قد ما نحكي بفخر قد ما نحكي بمحبة على السنتر هذا، على خاطر بالحق نعتبره من إنجاز الأولاد الميدا، بالحق إنجاز كبير وكبير برشا. أمينة بالحاجة حسين نحبك برشا، نقول لك إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف ألف خير. ما ننسى ماكمش زاده الرجال زاده ما نساوكمش هاكم تشوفوا فيهم كيفاش، ما نساوكمش اسباس شهيره، اسباس شهير بالحق ما تلقاوهم محضرين لكم زاده من العربي للمدارن للبسه الحلوه للرجال. علي من بكري هو يقول لي انا وانا وانا يعني انت اختار المراه بركه وهات تشوف امينه شتي فرح بيه. كل شيء حاضر وموجود، كل شيء حاضر. فما حاجه سنه فما حاجه 2024 فما حاجه نرمي الملك تقنية البصمة نرمي الملكي. نكمل نحكي لكم على أمينة، نكمل نحكي لكم على أمينة بالحق اللي مخلية بصمتها بالكده بالكده في المجال اللي هي فيه. أمينة تنجموا تتصلوا بها إما تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعها ولا انستغرام، سينو باش نقدم لكم الرقم 98 659 376. أمينة تهبط لكم أكثر من 100 ستوري في النهار باش تشوفوا الخدمة المزيانة اللي قاعد تخدم فيها كل نهار بنهار، وأمينة معايشتكم كل لحظة بلحظتها. يعطيك الصحة يا أمينة على الخدمة المزيانة، انت فخر الاولاد الميدا واولاد نابل الكل. بالحق راهي خدمه كيما تشوف ساعات تحس روحك ماكش تشوف رئيس تونس. جوستومون قاعده نخزر للمكياج نتاو والشعر اللي هي قاعده تستعمل فيه. دونك حاجه تاكد انه هو كاليتي ماهيش اللي يجي. أيوة. وكلنا معناها نستحفظوا على البوم تاعنا يسخطوه في المكياج. دونك يسخطوه معناها كي تلقى عندك سواغي ما نعرفش ناس دي قوطي يعرس دونك بالوقت وبالسخانه والعرق دونك المكياج ما يشدش برشا ونعرفوا الحاجه هذه بالبي. دونك مع
امينه بالحاجه حسين المكياج نتاعها راهو يقعد معاك ويشد معاك معناها سويع بالباهي. اسال مجرب اسال مجرب حبيبي مجربه تعطيك اي انا بالحق في الزاقي عملت عند امينه وحاجه يسرح له وما فماش واحد من امياتي ولا من امي صحابي ما سالنيش وين عملت الروبه الزرقاء منين خذيتها الروبه الزرقاء اللي عملت البوز هذيك الناس الكل تسال فيها قفطان هذاك منين 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 هذاك تلقاه هو واكثر الحاجات الاكثر مزيانه اكثر منه خاطر ديجا هذاك فات وقته 2023 خاطر امينه حسب انا نشوف في الحاجات اللي تهبط فيهم 2024 ياسر حلوه حاجه ياسر مزيانه ديجا احلام كل لحظه نقولها احلام انا شختار الروبه هذه لا هذه هذه لا يضرني هذه حسيت باش تعبك يا امينه كي نجي برشا برشا وباش نجيبهم الكل جماعه الراديو هاكا باش يختاروا اللبسه ان شاء الله عند امينه وبالحق ننصحكم بها من احسن ما فما في الوطن القبلي في تونس الكل لا في تونس الكل بحق في الوطن القبلي يعني نعرفوا احنا عندنا مستمعين في كبار برشا وفي ديل الكباثين في الوطن القبلي كيف كيف على غرار بعض الولايات بتونس راهو بالحق لادغيس اللي باش ننصحوكم بها واللي نعطيوه لكم راهو عن ثقه ماهيش اشهار ولا ومضه اشهاريه فقط راهو بالحق باغ اكسبيريونس معناها حاجه على ثقتنا وعن تجربتنا ننصحوكم بها وكيف كيف نذكروا برشا يقول لك حازمي اذا كان معناها مكياج حاجه لوكس حاجه لابسه بتبيعها تلقى لي طوندونس راهو البري يكونوا غاليين شويه لا 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 بالحق امينه باش نقولها بكل ثقه في النفس امينه مكسره الاسوام الكل قاعده تخدم مع انا نسميها حجمه الشعب امينه بالحق امينه تمشي معاك لاي روبه انت باش تختارها بالبري اللي عندك بالحق يعطيك الصحه يا امينه وامينه ديما تخمم اللي العروسه نتاعها تخرج كي تضحك هذه شفتها بالحق السيف عم نور وشفتها حتى في الشتاء شكون يخمم في الـ في الريزلتا ما يخممش في الفلوس اي قليل لا قليل أي. امينه موجوده في اكثر من 25 سنه معناها تعرف كيفاش تخدم وقاعده بالليكيب اللي عندها اللي فوتوغراف نتاعها عندها شذا ربي فضلها بالحق محلاها شذا راهي كاميرا وومن تكسر الدنيا شذا بالحق محلاها بالعدسه نتاعها المزينه تخرج لكم في تصاور ياسر حلوين زاد كنزه وبناتها الكل موجودين معاها كي يقول بناتها راني نحكي على ايكيبتها الكل مش نحكي على بناتها اكا هو هما بناتها عسلات برشا 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 واللي بالكل تعمل 66 كيف خبراء في المجال اللي هما فيه سوا شعر سوا حواجب سوا ظوافر سوا رموش اي حاجه باش تختاروها باش تلقاوها في السونتر هذا ماكمش باش تخرجوا تعملوا حاجه هذه وحاجه هذه لا سونتر كبير موجود كل شيء بالنسبه للعربي بالنسبه للوتيه بالنسبه للصداق بالنسبه للخطبه شفتوا برشا اللي فولاغ اللي يحيروا في اللي فولاغ اللي مدينين معناها مش اي وحده راهي تقد الفولاغ باش نكونوا واضحين انا نشوف في اسامي كبيره نشوف في اسامي كبيره ساعات تقول علاش عملت لها الفولاغ ركيك امان بعد كي نشوف ستوريات امينه بالحق نقول ربي يمتعها بصحه بدنها على خاطر انتم تعرفوا لزينه المراه شعرها وكتريق الفولارتها بالقدا ما شاء الله عليها زاده تخرج حلومه بربي عندنا صوره متحجبه زاده ماذا بينا ترافقنا في الصور ديجا عدت لكم قبيله عدي تصويره حذامي ما يسالش عدي تصويره حذامي ما فماش حتى امينه بالحاجه حسين عدي انا بعث لكم تصويره حذامي ما يسالش خاطر بالحق معناها تبارك الله عليها يديتها خاطر ساعات تلقى بالحق راهو انا نشوف الـ 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 الشخص اللي يتقن المكياج راهو فنان راهو لازم يكون ارتست ماهوش اي عبد يمشي يحطك شويه فون شويه ما نعرف شنو شويه راهو لا راهو بالحق باش تمد وجهك اذا كان عندك صديق ولا كان عندك عرس ولا كان عندك وطيه والا فيونساي راهو تعطي وجهك الذيات يكونوا عندهم اك النقشه المزيانه كيما في التابلو كيما في الوجه فهذه الكل موجود عند امينه بالحاجه حسين اللي تواكب احدث واهم صيحات التطورات الخاصه بالميك اب حتى في الشعر زاد امينه قاعده نشوفها تتكون ما زالت امينه تشوف وتتبع زاده في الحاجات العالميه امينه خرجت على المستوى الوطني نلقاوها اليوم في العالمي بالحق يعطيها الصحه في انتظار الصوره نختموا بها بتبيع من نجمو تختموا كان بي انا معناها موجوده الصوره بعثتها لكم معناها وكل ختامها مسك علي المديني واحلى مزميتك كما تعرف خرجت ياسر مزيانه انا ديجا سمحه ما خرجت سمحه اك لا علي عاد انت ديما تقول لي تصويره تصدقك حاجه روعه هكا ولا لا يا لولو صحيحة والرجال حتى محمد زاد لبس وقتها من شهير كانت تفكروش لبسة ياسر ياسر حلوة اهوك نجمو عندكم تقارنوا لا بالحق ربي ما تحب صحة بدنها اللبسة ياسر حلوة ما زلت تلبس أمينة بربي خليها لنا ل 2024 و 25 اللبسة ياسر مضخمة ياسر كلاس ياسر حلوة المكياج زاد حاجة ياسر ما تموتش معناها اللبسة ما تموتش
راي تقعد لعام وعامين تمشي، لانه مش بسهل مصمم في الازياء يعطيك ارتيكل يقعد يمشي معاك عام وعامين، راهو القطعه ما تموتش. مش كان العام هذيك راي تمشي لي توندونس العام 2024 2025 ما يقلقش. كيفاش علولو؟ تقولك علي بعد شوي الضوء بتاع الكاميرا علي ذاك. أمينة ربي متعك بصحة بدنك، أدريس حلوان ننصحكم بها بالحق للي قادمين على عرس وإلا عندكم خطبة وإلا زيق وإلا وإلا امشيوا امشيوا بالحق باش تفرح بكم أمينة، وقولوا لها راه سمعنا في كابا فيم يعطيها الصحة أمينة. 98 659 376 هذه أمينة بالحاجة حسين اللي تلقاوها ديما في فرحاتكم وفي مناسباتكم. سنتر أمينة بالحاجة حسين يتمنى لكم عام مبروك. علي علي به توا حكينا على أمينة، شكرا الحلومة أكيد اللي رفقتنا بالصور ورفقتنا بالموسيقى الحلوة. علي بربي خذ لنا الميكرو باش نسألك سؤال فقط، نفسه اللي سألته لنرمين المالكي. ما 5 ملايين فما 5 ملايين 5 ملايين شنو؟ أنا آخر مرة سمعتها كلمة 5 ملايين في قرض، أكثر من بعد ما سمعتهاش. توا سمعت 5 ملايين علي شنو حوالي؟ فاتكات بقوة الحمد لله. سكتاري نرميس نرمين اسكت شوي. 5 ملايين ما نسكتش فما لازمني نعرف شنو حكيت 5 ملايين هذو نتجاوزوا علي موضوع بيني وبين حزامي امريكا لازمني نعرف لازم ما لازمك ما تنجمش تعرفوا. علولو اش نسالك على 2023 في كلمه خايب. علي اللطف يا رب 2023 نهايته خايبه في ملاحظ الناس كل الجميع خايب من اول للاخر وربي لا يعاود علينا لا يعاودوا عليه ان شاء الله حتى 24 ما يجيبش منه حتى 1% حاجتناش بيه فينا. انا الحقيقه تعدلي باهي اما في نهايته باللي صاير في اخواتنا في فلسطين ما نجمش نقول باهي. يعني 2023 من سواء في تونس سواء في العالم خايب من اولو راه علاش تونس خلصت ديونها الخارجيه من ناحية انا كتبت صديقي ما فماش حاجه خايف نحكيوا على حاجات بالحق كي تجي تقارن راهو السلبيات اللي صاروا في 2023 اكثر من ايجابيات من ناحيه الجفاف جفاف من بدايه 2023 الامطار ما فماش ممكن حتى من سدود عطشنا بالماء ارتفاع الاسعار الحروب العالميه نتاع اوكرانيا وروسيا من بعديكش نتاع الورلا غزه مازالت ان شاء الله ان شاء الله ما عادش نشوفوها في 2024 يا ربي. وفما برشا امراض وفما برشا شنو خرجنا من كورونا في 2022 دخلنا في الجوائح في والحروب في 2023 خلطه الحمى القلاعي ما نكذبوش على رواحنا راهو عام مش باهي حتى باهي. شنو احسن حاجه صارت فيها لي ليك انت ليك انت على الصعيد الشخصي على الصعيد الوطني والعالمي ما فماش ما خذتش كونجي لا مش ما خذتش كونجي ما فما ستابيليتي في باهي. واكثر طرفه صارت لك في 2023 والله علي انت كلك طرائف انت تمشي لل انت تمشي تتحرك شويه تتعمل طرف انت علي لا من ان شاء الله للنص الليل تنحضر لك طرف بس تتفكر لي حاجه تذكر شويه كابوتشينو طيب تذكر بس الطرائف ما فماش حاجه ضحكتك كبرش على الخدمه على صعيدك الشخصي على صعيدك الشخصي معني حتى حاجه مرمين نسيت الكود نتاع تليفونها واكتشفت اللي في التليفون فما تقنيه اسمها البصمه اكتشفتها توا في 2023 من باب الدعابه من باب الدعابه لا شيء درميت اكتشفتها توا اما نتصور عليه فما حاجات معناها تعدى لا والله ما فماش حاجه بيزاخ شويه معناتها بيزار تعديت لي حاجه عاديه زعما لولو زعما ممكن كان نستحضر تو النقطه حمس اليوم بعد بهي من داخل جاي يقول لي انا عندي هيا خلينا نشوفوا شنو هي طرفه بهي زعما شنو اكتشف في تليفونه حتى هو وينو بهي خلينا نستناو بهي بهي هاي سيدي خذ الميكرو قولي شنو هي الطرفه اللي صارت لك 2023 ذولي شي قولي كنت مع علي المدين هذيك في 2022 بين عاود سلم على المستمعين من جديد هي فما طرفه للامانه مش عارفها اسكو طرفه ولا غريبه تفكرها حلومه غريب وعجيب نتاعنا هذه فكرني مش نعدها في اول حلقه من غريب وعجيب شنو صار له؟ عندي طفل صاحبي للامانه صاحبي هذايا روح بالروح اي هاي صاحبي صاحبك الروح بالروح هاي الروح بالروح عمره ما غدر بيا في حتى مره عمره ما غدر بيا في حتى مره عمره ما كان ما سمعت منه كلمه عيب حاجه باهيه حاجه باهيه برشا هذه في 2023 جات مره من المرات هو مغروم برشا بالتعامل مع الحيوانات يحب برشا يحكي مع الحيوانات وكل الامور هذوك مغروم بالقطط والكلاب
عاد قال لي باش نوريك السيني هذه، فما انا كلب في الحومه للامانه ديما معذبني وين تعديش الجرتي. والله ما نعرف علاش مش متفاهمين سبحان الله، ما تعديش الكونتاكت بيناتنا حسيت. اي عاد انا نعمل هيك مشكل كلب كلب هو المشكله في النوعيه خلاص. المشكله في النوعيه تو احكي لك المشكله لما اتعس حسين وجاي قال لي اسمعني ما هو ديما يقلق فيك الكلب هذاك ابش نوريك انا شنو تعمل له، اعمل له هكا فازا هكا فهمت شنو اعمل له سيني هكا. عاد قلت والله انا ما نجرب تعديت له بالذم انا نعمل له هكا هو ما يحبش انا نعمل له هكا هو ما يحبش والله نجري ونعمل له هكا شيء ولا شيء ضربتها 6 كيلومتر نجري وانا نعمل لك وهو لا حب يفهم. بعد بعد من كثر ما دخلت بعضي حسين ولا تقول في كلام داخل بعض بديت نقول في كلام داخل بعضه الكلب مسكين حبس قاعد يغزر لي حسيتكش بيه للامانه. ما هذه اكثر بالرسمي حاجه نتفكرها في 2023 تعاملي مع الكلب واكحل زاد حقيقة ولا العظيم ولا العظيم. ومره اخرى زاد فما سيدك مره من المرات وقفنا في الحماس ناخذ فيه طرف قلوب حاسيلو خذيت دينار قلوب شنو صار بين في الليل تكمل لك دينار قلوب السهره في الليل انا وحدي وحدي وحيد ونسهر وحدي حاسيلو مع الام بي سي 2 لا علينا حاسيل ساهر انا خذيت خذيت بدينار قلوب عاملك ايه وانا واقف جاني شكون قال لي خويا بالله اعطيني خلني نشري حويجه خلني نشري دبوز انا ناكل حاجه مديت له انا عندي 2000 فرنك عطيته 2000 بياسه رجع لي دينار مديت له دينار قلت انا على اساس مسكين شيخو خبز شيخو حاجه كمل على دينار اخرى وخذ مشاخ بها لوز حسين وانت شارب دينار انا شارب دينار قلوب روحت حسينو نندب فيهم فيا كامله سامحوني ما كليتهمش والله انتم طايشين بالدار طيب يلا ما نجمتها باهي بالنسبه للبونداشا اللي يخص اويا باهي باش نربحوه الوحده ولا الواحد من اللي كتبوا لي كومنتير قبيله على الفيديو نتاعكم انتم الزوز. الحقيقه اكثر وحده كتبت كومنتارات دخلت ديجا بالوقت معناها حلو ما حتى نجم ترجع معايا زاده بن علي اميره مدام اميره بن علي ان شاء الله تكون تسمع فينا هاكا انت اللي ربحت البونداشا ابعثها جوست كابتور ديكرون اويا وابعثها جوست زاده الكابافين باش تخلي التراس نتاعك احنا تانا بعثوا لك ميساج بريفي هاكا انت اللي ربحت البونداشا من عند اويا كانك في نابل والا في المنار دو والا زادة في بنزرت والا في قليبيا. لا جماعة قليبيا عندكم جاتو وحدكم هذا اللي وعدني به سي انيس يعني اي وحده من اللي سميتها الاخرين نابل والا بنزرت والا المنار دو هذوما باش تربح منهم يا مدام اميره بن علي فوالا سينو شوي اخر نلعبوا على قليبيا اللي سمعوا فينا في قليبيا اللي فما جاتو جاتو مثلش حتى كان فات راس العام يقول لك راس العام نسحقوا فما جاتو اويا يديك العشبه فما العيد ميلادات فما الجاتو ذاك راهو الجاتو ما ناكلوهوش كان عندنا مناسبه حتى باش تعدي به السهريه مع قليبيا انت ظاهره تاكلي الجاتو ما نكلوش الجاتو متصور بكري لا برسمي متصور تصور فهمنا اللي هيداك الجاتو لا لا متصور نتاع اويا الحقيقه انا غلطت صورت شاهي على الاخر وحاجه بنينه على الاخر ونقول لكم امشي وشوفوا على عينيكم ونعاودوا نقولها رانا ناكلوا بعينينا ذوقوا بعينينا دونك كليون فيديل اويا دونك ما تنساوش عفوا تلقى اويا فود زاده اي دونك مستعليه ولا على الفيسبوك كل شيء موجود ومتوفر دونك لا تحيروا لا تحتاروا تنجموا تمشيوا مع اصحابكم تمشيوا دي جروب تمشيوا مع العائله تمشيوا معناها انت والعزيز عليك ما يقلقش راك تلقى كل شيء. ونفكر نذكر انه لي سيرفيس نتاعهم راهم حاجه ياسر نظيفه حاجه ياسر منظمه حاجه ياسر بنينه في نفس الوقت مالغري الاكتظاظ اللي نراوه احنا على اويا نظرا الطلب 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 في مختلف معناها الولايات الكل تقريبا الادريس نتاعنا في الويكاند سبت اويا تكون وبهي قال لي راني ديما كل سبت تقريبا سبت على سبت راني نكون في اويا صحيح يهز الاحباب والاصحاب بهي زعما شكون حلومه يهز حلومه وصاحبه المريول الاحمر تحيه كبيره لها يمشيش يبان نرمي المال كي زايده ولا حاجه ولا الاحمر اخر فما احمر اخر ان شاء الله دين احمر على الكل بالحق فما صدفه بين شبه احمر يا رسول الله بلاك قيحنا بلاك تقف بلاك حل بون هذه تنجم تقيد انت باللسته نتاع الاحمر مي اليوم بالحق كنا بالاحمر صدفه تم لقينا روحنا لابسين بالاحمر ان شاء الله عام الحب يا ربي ان شاء الله الحب وان شاء الله يا ربي عام يتعدى عام البركه وعام الصحه وعام الخير للناس الكل وان شاء الله يا ربي عام الناس الكل تكونوا ملمومين فيه حتى حد ما يفقد الاخر وعام تحقيق الاماني والفلوس
الفلوس 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 ان شاء الله عامكم فلوس عامكم رزق وصحه قبل الفلوس عامكم صحه يا ربي عامكم فرحه عامكم راحه بال عامكم ستر من عند ربي اهم حاجه الستر بالحق الستر ربي متعنا به وربي متعنا بصحه بدينا وراحه بالنا زاده من بعد هذاك الكل من بعد الفلوس توجي وبعد تبكيش حلو ما تاثرت بكلامي ما تبكيش وتبكيش احلام ما تبكيش احلام ما هيش بنتك ما هيش بنتك ما هيش احلام زميتها اللي تبكي لا لا حلوما ان شاء الله خير ان شاء الله اللي جاي خير مالي كرونات نعرف احلام اللي انت ما تاثرتش بكلامي ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا سيدي هذه ديديكاس لليكيب اللي عند امينه بالحاج حسين هذه تهديه لكم احلام زميت على راس الفريق كي نقولوا الاعراس شنو نقولوا الغنايه الشهيره يلا طلعوا شكون طلع حلو لا هاي كابتن الموسيقى شنو الغنايه هكا اللي يقولوا عرس نقولوا نحطوا هذه نحطوا لا لا عاد لا 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 راه بيعطيني برشا اغنيات لا فما اغنيه فما اغنيه شيرين اللجمي لا على غرار شيرين اللجمي على غرار شيرين فنان ولا فنانه 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 اعطيني الاسم تخي نعطيك الاسم عرسي الليله عرسي وباش نتصدر في الكرسي يلا شو اسمها تصويت على كبر